مرحبا بكم متابعين. التهديدات والرسائل الاختيرة متواصلة من حركة النهضة نحو قيس سعيد، واللي كانت فيها برشا تهديدات حتى بالاغتيال القيس سعيد. والبارح نزل راشد الخنوشي تدوين على موقع التواصل الاجتماعي، واللي كان فيها بيان يهدد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتراجع على قراراته اللي اتخذها في حل البرلمان، وإلا باش تحل الكارثة بتونس. وصرح راشد الخنوشي انه يطالب رئيس الجمهورية برفع تجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل الدستوري وانهاء حالة الخرق الجسيم اللي قاعدين نشوفوا فيها هالأيامات. وقال راشد الخنوشي انه يرفض كل الاجراءات التعسفية في وضعه في الاقامة الجبرية دون حتى اذن قضائي، ومنع عشرات الالاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية او نشاطاتهم السياسية. ويقصد بهذا أن الرئيس قيس سعيد قام بتحجير السفر على كل أتباع النهضة في كامل تراب الجمهورية واللي عندهم برشا شبهات فساد. وصرح راشد الغنوشي أنه في صورة عدم اتخاذ تهديداته بعين الاعتبار باش تحل كارثة كبيرة بتونس، وباش يدعو مناضلي ومناضلات حركة النهضة للنزول للشارع والتمسك بما آمنوا به من مدادة، وباش تتم احتجاجات كبيرة في شارع الحبيب بورقيبة. في اخر الفيديو ان شاء الله حال بلادنا يستقر ونتعداو هالازمه القويه، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.